ليه ما جاوبتش على السؤال؟ اللي هو اللي هو لو انت دلوقتي كلاعب عندك ماتش بكره عارف انك هتلعب وفي ظروف تانية عارف ان انت بتتمرن ومش تلعب، احساس تاني بغض النظر عن الكيان وعن الاسم وعن فين وفين. تمام طبعا يا كابتن سيف، ان انت بتبقى غير كده اصلا لما يبقى مدرب زي الكابتن علي ماهر بيعتمد عليك او مثلا بيقول يعني بيعتمد عليك اعتماد، او كل هو بيعتمد على الفرقه كلها بس لما بيعتمد عليك طبعا بتبقى انت طبعا مركز وبتبقى عايز تعمل حاجه وتحط نفسك تحت ضغط ان انت لازم تنزل تبقى كويس، وان انت لازم طبعا احساس تاني خالص ان انت ما بتلعبش وبتلعب. دي يعني انا بالنسبه لي حياه او موت، ان انت ما بتلعبش دي ميت، ان انت بتلعب دي ربنا يديك الصح بهمد طبعا. ودي تمرينه ودي تمرينه، دي حقيقه اللعب ده يا كابتن سيف زي ما بقول لحضرتك كده، يعني تمرينه الماتش قبل اللعب دي قصه، والتمرين ان انا مش هلعب كده كده دي قصه ثانيه. اه كابتن سيف طبعا هو القصه بس ان لعيب الكره يا كابتن سيف اللي انا عرفته من خبرتي ان لعيب الكره نفسيا طبعا انت عامله كويس ممكن تاخد منه ضعف اللي هو بيعرف يلعبه صح. ودي بصراحه الجهاز الفني هنا الكابتن علي والكابتن محمد عبد الكريم والكابتن وائل والكابتن مصطفى والكابتن عصام بصراحه بيتعاملوا مع الناس كلها سواسيه، واللي كويس هو اللي بيلعب، فده احساس ان انت بتشوف برضو ان انت ناس معاك بتحارب يا كابتن سيف ان هي عشان تلعب لازم انت برضو